لو عايزين نتكلم على مشاركة مايكروسوفت هذا العام في معرض ومؤتمر كايرو اي سي 2019، بتمثل هذه المشاركة ايه لهذه الشركة العالمية؟ والنهاردة ايه اللي حضرتك شايفه في المؤتمر؟ اولا بشكرك على الفرصة اللي انت اتحتيها ان احنا نتكلم مع حضرتك. خليني اقولك ان مايكروسوفت موجودة في السوق المصري بقالها كتير جدا، بنشتغل مع الجهات الحكومية او مع القطاع الخاص او قطاع التعليم عشان خاطر نحقق الهدف الأسمى، هو التحول الرقمي المشترك ما بين مايكروسوفت وما بين كل الجهات دي. وإحنا مشاركتنا في المعرض السنة دي عبارة عن برضو تطبيق للمهمة دي اللي مايكروسوفت بتمباور كل شخص، بتمكن كل شخص وكل مؤسسة إنها تحقق أفضل ما لديها. عندنا المعرض السنة دي متقسم لثلاث أجزاء في الجناح بتاع مايكروسوفت. الجزء الاول اللي بيعرض التكنولوجيا المختلفه لمايكروسوفت، في تركيز على الذكاء الاصطناعي وحلول الذكاء الاصطناعي، في جزء تاني على حمايه البيانات السكيورتي، وفي امثله كتير للتكنولوجيز المختلفه اللي مايكروسوفت بتعرضها. كمان في الجزء التاني من المعرض بيضم شركاء الاعمال لمايكروسوفت سواء على المستوى المحلي او على المستوى الاقليمي او العالمي. في عندنا ناس بتشارك معانا النهارده بتعرض الحلول المختلفه اللي بتقوم على تكنولوجيا مايكروسوفت. في محور مهم انا شايفه ان انتم بتتكلموا عنه في المعرض وفي المؤتمر كمان، ان هو فرص وحلول الذكاء الاصطناعي في مجال الزراعه والخدمات الحكوميه وايضا في مجال الصحه. ايه الخدمات اللي بيقدمها الذكاء الاصطناعي في هذه المجالات؟ الذكاء الاصطناعي ممكن يبقى ينضم لاي جزء من السولوشنز او من الحلول او التطبيقات اللي مايكروسوفت بتقدمها مع الجهات المختلفه. خليني اقول لك احنا بنشارك يمكن في معرض مركزين على كذا ديمو معين او عرض لتطبيق معين. عندنا عرض للديجيتال اسيستنت، ازاي يقدر يساعد في تقديم خدمات بشكل سريع جدا بشكل فعال جدا. عندنا ديجيتال اسيستنت ديمو بيقدر ان هو يتعرف على الشخص، يقدر ياخد منه مثلا الوثيقه المعينه ويقدر يتحقق من الشخص ده او من الوثائق المختلفه ويحقق العمليه بشكل سريع، ويمكن يديله كمان برنت اوت من الوثائق اللي بعد تنفيذ العمليه. ده ممكن يستخدم في كل المجالات، في مجالات التعليم او الصحه او المجالات الحكوميه بشكل عام، او في اي من المجالات يعني او القطاعات المختلفه.